بني سليمان محمد الرياشي. أبو رياش. أبو رياش. أبو رياش مواليد 1925. السبع كانت شوارعها معبدة؟ ها؟ شوارعها كانت معبدة. معبدة كبيرة. أها. معبدة شوارعها والسبع شروا الأرض من العجازمة. وكانت الأرض واسعة ووسعوا الشوارع. وسعوا الشوارع خاصة ومعبدات كلهن معبدات. نعم. لما بقيتوا بدكم تطلعوا مواصلات من بلد لبلد كنتوا في تركبوا مواصفين مواصلات ولا على الدواب؟ لا مواصلات. في مواصلات كان؟ المواصلات كان بدنا الخليل. الخليل يبعد عنا 40 كيلو. والسبع وغزة تبعد 40 كيلو بالضبط يعني. في ايش كنتوا تركبوا؟ شو المواصلات؟ سيارات. كان في سيارات؟ كان في سيارات. طيب السبع كان فيها خدمات زي مي كهرباء؟ كان في خدمات؟ خدمات جاهزة. للبلد خدمات جاهزة أبدا. والمية؟ والمية المي شو بدك أحسن من ديار أبو إبراهيم الخليل. اسمها السبعة. سبعة ديار هو عقب. الوضع في عيادات عندكم كان يعني الواحد بده يتعالج كان في عيادة؟ بيتعالج. نعم بيعالج. لازم سؤال يكون. ما في. بس سبحان الله ما كان في يعني مرض. المرض قليل ما فيش مرض. أيوة. الحمد لله. ليش طلعتوا من السبع؟ ما خلاص السبع أخذوا اليهود. يعني احتلوها اليهود. احكي لنا عن احتلال السبع. كيف اليهود دخلوا على السبع؟ احكي لنا عن اليهود كيف دخلوا على السبع واحتلوا السبع وطلعوا الناس من السبع. احكي لنا عنها. والله بيقولوا انه في ناس كانوا قدام اليهود ماشيين على السبع. ما بعرف عنهم. فلان والله فلان ما بعرف عنهم. اما في خيانه. الخيانه حاصله وخشوا السبع وذبحوا الناس في السبع. ذبحوا وعلى هذا الاساس انتوا طلعتوا. طيب طلعتوا شو؟ احنا عاد بكره حملنا وشلنا وودينا وجبنا. ما ردوا علينا اليهود ولا كلمونا. طيب حدا استشهد؟ حدا جرح منكم؟ لا 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 ما صار فيه. بس احتلال. بس وشلنا حبنا وشلنا تبننا وشلنا كل شيء. وين رحتوا؟ على الخليل. سكنتوا في الخليل؟ سكننا في الخليل. في وسط الخليل ولا حواليها ولا؟ لا والله حواليها. عندنا غنم وعندنا غير وعندنا. تمام. حواليها وقطعنا لما فضينا حملنا في مخاضة على الطريق وخشيناها وطلعنا. لما طلعتوا انتوا مع مين كنتوا؟ انتوا مع مين؟ مع قرايبك؟ مع ابوك؟ مع الوالده؟ مع معي امي بس. هي امي اللي كانت بخلفك عنها. طيب اذا سمحت الفرصه انك ترجع للسبع بترجع؟ ترجع لي؟ برجع. والله غير ارجع. لو حكوا لك مثلا بدك بلدك السبع ولا بلد ثانيه شو بتختار؟ لا بختار هاي. تختار السبع؟ أرض النار نقطة السبع. بتعز عليك يعني؟ وكل شيء.